اهلا بحضراتكم من جديد. هنبدا اول فقره معانا وهي الفقره الاخباريه. معانا فيها اول خبر بيقول: في اطار المسؤوليه الاجتماعيه للقوات المسلحه ودورها في دعم المجتمع المدني، نظمت المنطقه الجنوبيه العسكريه افطارا جماعيا لاكثر من 8000 اسره من مختلف المحافظات بنطاق المسؤوليه ومشاركة مختلف أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وما يقرب من 40 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في إطار المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية إفطاراً جماعياً لأكثر من 8000 أسرة من مختلف المحافظات بنطاق المسؤولية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وما يقرب من 40 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط. وقد تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والفولكلورية والفنون الشعبية ذات الطابع المحلي، وكذا تقديم الابتهالات والأدعية الدينية. وخلال الفعاليات ألقى اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع المدني ودعم جهود التنمية المستدامة والحياة الكريمة بمختلف محافظات الصعيد بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة. حقيقي كان يوم مميز جدا، والنهاردة انبسطنا جدا لما شفنا ان في عدد كبير قوي من الحضور، مش بس فئات طلبة الجامعة، لا بالعكس لكل الفئات العمرية. احنا كنا مبسوطين جدا ان الاستقبال كان استقبال مشرف ويليق فعلا بمحافظة أسيوط وبالجيش المصري بتاعنا. لا هو اليوم جميل جدا وحاجة مميزة، والتنظيم يعني حاجة كويسة قوي، وانا مبسوطة بصراحة ان النهاردة معاكم، ورمضان كريم وكل سنة طيبين. يعني شكرا لكل حاجة بتحصل هنا، يعني حاجة في منتهى العظمة. هو انا بصراحة انا حبيت اليوم، هو انا اول مرة احضر حاجة زي كده، بس انا كنت متحمسة جدا لان انا اساسا بحب اي حاجة بتعملها الجيش بصراحة، فكنت احب ان هم دمجين من كل الفئات عاملين كل حاجة كانوا يقدروا عليها، حتى تنظيم كان انا شايفة ان التنظيم برضو كويس خالص، وان هو مجهود كبير لان عدد كبير زي ده محتاج تنظيم قوي، فعلا كان يوم ممتاز. لمدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب.
كنا بنقول احنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من اكل من غير اكل من غير شرب بس يبقى في امان. ومن بعدها اشتغلنا على الاصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الاجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني. وفورا وضعنا خطه اصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار في أسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الأولى. عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا، أعتقد أنه السيد الرئيس في الكثير من خطاباته دايما بيذكر هذا الموضوع. عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها.
الحقيقة بعد عقود من المعاناة في ظل عدم وجود بنية تحتية حقيقية تساهم في التنمية المستدامة، حرصت الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم الحقيقة من تولي المهمة وحتى الآن على أن يكون الاهتمام بالبنية التحتية على رأس أولويات أجندة العمل الوطني. فشهدنا افتتاح العديد من المشروعات التنموية، شهدنا أيضا العديد من الإنجازات، كلها بتورينا أنه إحنا داخلين على عصر جديد، كلها بتورينا أنه إحنا أمام جمهورية جديدة بالفعل. فالحقيقة التنمية المستدامة مهمة جدا. كل ده بيحصل ليه؟ لأنه ببساطة المواطن المصري من حقه أن ينعم بحياة أفضل، المواطن المصري من حقه أن ينعم بحياة كريمة، وأيضا المواطن المصري من حقه أن ينعم بحياة آدمية ينعم بها هو وكل أفراد عائلته. فمهم جدا أن احنا كنا نتكلم مع حضراتكم عن التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها مع وجود بنية تحتية حقيقية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة قيادة البلاد وحتى الآن. فخلونا نتكلم عن المشروعات الاقتصادية اللي ساهمت في ده بشكل كبير مع ضيفنا اللي بيشرفنا عبر الهاتف، الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا بيك استاذ اندرو، ازي حضرتك؟ صباح الخير استاذه مارينا. اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم. كنت لسه بتكلم عن الاهتمام بالبنيه التحتيه لوجود مناخ مناسب للاستثمار، فعايز حضرتك تكلمني اكتر عن اهم الانجازات في المجالات الاقتصاديه اللي ساهمت في ده بشكل كبير. طبعا ما فيش شك ان البنيه التحتيه هي الاساس لاي دوله بتسعى الى جذب الاستثمارات وتهيئه الدوله لجذب الاستثمارات سواء كانت محليه او الاستثمارات الاجنبيه المباشره اللي بنسميها الاف دي اي او الفورن دايركت انفستمنت. ومصر من 2014 منذ تولي سياده الرئيس ولحد دلوقتي وهو بيهتم جدا بموضوع البنيه التحتيه. صحيح. خصوصا ان مصر يعني كانت محتاجه ان هي يبقى عندها بنية قوية في قطاعات كثيرة جدا، القطاعات دي ما تمش فيها تطوير بقالها فترة كبيرة جدا قبل تولي سيادة الرئيس، خصوصا الطرق والكباري والاختناقات المرورية ومع تعدد السكان زيادة معدل نمو السكان، كل الأمور دي عاملة ضغوطات على الدولة أعتقد من 10 سنين قبل 2014. صحيح. وكان من ضمن خطط الرئيس الاستراتيجية إن هو يتم الاهتمام بالبنية التحتية بشكل كبير جدا. احنا شفنا التطوير الهائل على مستوى ربوع مصر كلها في مجال الطرق والكباري والأنفاق اللي موجودة حاليا تحت القناة، وبنتكلم على طبعا البنية التحتية في المواني وفي المسارات وسواء كانت برية بحرية جوية. وبالتالي احنا بنهيئ الدولة بقالنا 10 سنين او اكتر دلوقتي ان احنا نقدر نخليها فعلا زي الدول اللي بتستقطب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وخصوصا ان العالم كله حوالينا سواء كان جوار او في العالم كله النامي كله بيسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبيه، لان هي دي السبيل الاكبر وليها الحظ الاوفر ان هي تقدر تنقل الدوله نقل حضاريه مختلفه، خصوصا في الدول الناميه اللي بيكون فيها معدلات يعني الادخار ضعيفه شويه، فبالتالي انت ما عندكش مدخرات كافيه تقدر تضخها في الدوله بشكل استثمارات في مشروعات استراتيجيه كبيره، وبالتالي انت لازم تعتمد على استثمارات اجنبيه من الخارج تيجي بموارد جديده وبتيجي بافكار جديده وبتيجي بتكنولوجيا جديده تقدر تنمي الدوله اللي انت فيها. فده ما كانش هيتم ولا يحصل الا اذا كان عندك تنميه في مجال البنيه التحتيه. لما نتكلم على مصر انفقت حسب تصريحات سياده الرئيس تقريبا اكثر من 10 تريليون جنيه منذ تولي سيادة الرئيس من 2014 لحد 2023، أكتر من 10 تريليون جنيه على مشاريع البنية التحتية. وطبعا إحنا شفنا إزاي المؤشرات الدولية عندنا اتغيرت في مجال البنية التحتية. يعني مثلا بنتكلم إن إحنا خدنا موقع متقدم جدا يعني في مجال مثلا لما نتكلم المطارات مثلا، نجد المؤشر بتاع المطارات عندنا اترفع رفعة كبيرة جدا من مستوى تقريبا 18 لحد المستوى الى المستوى 18 بدل مثلا مستوى 118 في جوده الطرق وكفاءه وسلامه واتساع الطرق. انا بتكلم على الطرق اسف مش المطارات. يعني احنا وصلنا لمركز 18 بدل ما كنا 118 في جوده الطرق. في المطارات خدنا المرتبه 32 بدل 63 في عام 2015، فبالتالي في تطور كبير جدا حتى في المؤشرات اللي بيعتمد عليها العالم كله ويبص عليك فيها في كافة القطاعات الاقتصادية.
في موقع مثلا زي نيوز دوكس مثلا. حضرتك ازاي في وقت مصر فيه كان لحد الان هو في ازمات، في كان في جائحه كورونا، حرب روسيه اوكرانيه، في حرب فلسطين واسرائيل، ازمات كتير قوي وتحديات كتير قوي العالم كله بيواجهها، ازاي الاقتصاد المصري كان في وقت من الاوقات مش بس قادر على مواجهه كل التحديات دي، لا كمان كان ماشي في طريق التنميه؟ ما هو احنا عندنا في برضه عشان الناس تبقى فاهمه، في حاجه اسمها معدل نمو، في حاجه اسمها تنميه، وفي حاجه اسمها تنميه مستدامه. يعني لما نيجي نتكلم على معدلات النمو زي اي رقم، نقول والله الرقم عندي كان 100 بقى 110، فحصل زياده 10 ال 10 دي تمثل 10% من الرقم الاولاني، فبالتالي اسمه معدل نمو، حاجه بتنمو بنسبه مئويه معينه. لما نتكلم عن التنميه معناها انه تحسين مستوى معيشه الافراد، وتحسين مستوى معيشه الافراد معناه ان انا يبقى يجد صحه كويسه، يجد تعليم كويس، يجد طريق كويس، يجد وسائل مواصلات كويس، يعني دي مجالات الحياه المختلفه اللي حواليه تبقى يعني البيئه المحيطه بيه تبقى بيئه كويسه. لما اتكلم على تنميه مستدامه معناه ان انا ابدا اعمل تنميه مستمره بصفه، يعني زي ايه بيقول ايه، ان انا استخدم الموارد الحاليه دون الاضرار بحقوق الاجيال القادمه في سبيل ان انا اعمل تنميه مستدامه ومستمره متوازنه للشعب اللي موجود، وبالتالي ده اسمه التنميه المستدامه. ومصر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان احنا عندنا يعني تطور كبير جدا جدا في المجالات الاقتصاديه المختلفه. القياده السياسيه كان عندها بعد نظر وكان عندها رؤيه كبيره جدا جدا في ان هي تقدر تواجه التحديات اللي موجوده، مصر تواجه التحديات اللي موجوده حاليا مع باك اب قوي جدا. الباك اب ده ممكن جدا عندنا تحديات موجوده على مستوى العمله بيحصل مع كل ازمه، ده بيحصل كتير في دول العالم. يعني لما نشوف الاحصائيات اكثر من 156 ازمه عالميه في سعر الصرف وفي العمله اصابت العالم كله في الفتره من 79 لحد 97. فالازمات اللي خاصه بالعمله مش في مصر بس، بتحصل في العالم كله نتيجه الازمات اللي بتحصل في العالم وبتاثر على دول معينه او بدول العالم كلها، وكل واحد بيتاثر بحسب نسبته في الاقتصاد العالمي. فدي مش عيب ابدا ان احنا ده بيحصل، ان احنا في كتير من الاحيان ما يبقاش احنا طرف في المشاكل العالميه اللي موجوده. ان شاء الله دكتور، يعني استكمالا لكلام حضرتك، التنميه المستدامه وخطه مصر تستكمل وننعم بحياه افضل وننعم بحياه كريمه ان شاء الله. الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. إن شاء الله مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية ل9.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة والفول وغيره.
ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر، بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1,400,000 طن عام 2014 ل 3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكتر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب 19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل 9,600,000 طن بعد ما كان 8.5 مليون طن. ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة، فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهالينا، لأجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة، والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. أهلاً بحضراتكم من جديد. الفلاح المصري هو أساس من أساسيات الحياة المصرية، عشان كده دايماً فخامة الرئيس بيبقى دايماً مهتم بيه اهتمام خاص، ودايماً مهتم إن هو يتابع المشكلات اللي ممكن تبقى عائق أمامه. هنتكلم في تفاصيل أكتر عن اهتمام الدولة بالفلاح المصري. معنا دلوقتي على التليفون الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج حسين، منورنا في صباح مي دايماً. صباح الخير يا استاذه مارينا، وصباح الخير على استاذ اندرو وكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. صباح النور. حاج حسين، خلينا نتكلم في الاول عن مشاريع تنميه الريف المصري، وكمان اطلاق الدلتا الجديده، وكمان توسع في مساحه الاراضي الزراعيه. كل دي حاجات الدوله بتعملها علشان تساعد الفلاح المصري في مهام عمله. فعاوزين نتكلم ايه الفرق في حياه الفلاح المصري من 10 سنين ويمكن أكتر ودلوقتي؟ في البداية طبعاً لازم أوجه التهنئة من جموع فلاحين مصر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسة جديدة. طبعاً ده كان أمنية لكل الفلاحين أنه هو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل معنا، لأن الحقيقة منذ 2014 ل 2024 يعتبر 10 سنوات، السنه 365 يوم، احنا في انجازات اكثر من 3650 انجاز، يعني بمعدل كل يوم انجاز بالنسبه للقطاع الزراعي بصفه عامه وللفلاحين بصفه خاصه. لو اتكلمت بصوره مبسطه عن الفوائد اللي عادت على القطاع الزراعي والفلاحين في هذه الفترة الوجيزة، نتكلم بداية عن معيشة الفلاحين في الريف. كان يعني الحال لا يسر عدو ولا حبيب بالنسبة للريف، في مفيش طرق، مفيش غاز طبيعي، مفيش صرف صحي، كهرباء يعني على قدها، للمستشفيات والمدارس عايزة تجديد وإحلال. طبعا احنا كنا طالبنا الحكومات السابقه واتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته المستمره بدات طبعا مبادره حياه كريمه اللي بدات في 2019 لحوالي 52 مركز في مصر، يعني في اكتر من يعني نحو 1500 قريه مصريه بتتطور كليا. احنا طبعا دي مرحلة اولى، في المراحل القادمة تتصور كل الكرة المصرية اللي تزيد عن 4000 قرية مصرية. طبعا التطور اللي حصل ده يعني ما بيخصش الفلاحين وحدهم بقدر هو بيعود بالفوائد على كل المصريين، لانه اتكلمنا على الصرف الصحي فقط لا غير. الصرف الصحي ده كانت المية
بتاعة الصرف الصحي بتختلط بالمياه الجوفية وممكن تسبب أمراض كثيرة لكل المصريين، لأن الفلاح المصري طبعا أول من يمسك الثمرة، الفلاح المصري طبعا بيروي بساعات بمياه جوفية لو مختلطة بتعود يعني حاجات وحشة على كل المصريين. وشفنا الصحة في الفترة اللي فاتت اللي احنا كنا عانينا طبعا منها فترات طويلة، وبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتفت للصحة المصرية، شفنا مبادرات كبيرة في الصحة. طبعا دي حاجة من الحاجات البسيطة جدا. لو اتكلمنا على حياة كريمة كمان كان فيها موضوع تبطين الترعة. تبطين الترعة ده مشروع قومي عملاق يعني قضى على موضوع عدم وصول المية لنهايات الترع، جمل الريف، منع يعني مصاريف كتيرة كنا يعني بتستنزفها الدولة في تطهير الترع، وكان شكل غير حضاري وكان فيه مشاكل كتيرة جدا. نتكلم على يعني حاجات في برضه. طب يا حاج، يعني استكمالا لكلام حضرتك والتسهيلات اللي بتقدمها الدولة للفلاح المصري، يعني يمكن ظهر في الفترة الأخيرة مصطلحات غريبة في المجال الزراعي، وفرصة بقى ان وجود حضرتك معانا النهاردة عشان توضح لنا ايه المقصود بهذه المصطلحات. يعني مثلا على سبيل المثال الزراعة التعاقدية، بقينا بنسمع في الفترة الأخيرة الزراعة التعاقدية، ودي من ضمن التسهيلات اللي بتقدمها الدولة للفلاح المصري. إيه المقصود بالزراعة التعاقدية وإيه أهميتها للفلاح؟ الحقيقة طبعا الزراعة التعاقدية كانت مطلب من مطالب الفلاحين من 2014 منذ تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعنا الأول معاه. كنا طالبنا بالزراعة التعاقدية عشان تعوضنا عن غياب الدورة الزراعية. الزراعة التعاقدية باختصار هو بيبقى فيه تعاقد ما بين الفلاح اللي هو المنتج وما بين التاجر، سواء شركة أو وزارة أو أي حد مستفيد بالمنتج الزراعي، بتعمل عهد قبل الزراعة بحيث إن هو بيتفقوا على بنود معينة في العقد، الكمية اللي هتتورد للتاجر، السعر. عقد بيحكم الطرفين يعني، أو بيحفظ حق الطرفين. طبعا الزراعة التعاقدية دي لها فوائد كبيرة جدا، لأنها تعتبر يعني بتسوق المحصول بتاع الفلاح قبل ما يزرعه بسعر مرضي. يعني لما اعمل تعاقد مع الفلاح النهارده على زراعه الفول مثلا البلدي، بقول له انا هاخد منك الطن مثلا ب 40,000 جنيه، الفلاح بيزرع عارف الفدان بتاعه بيجيب مثلا طن وربع، بيجيب كذا، بيحسبها قبل ما يزرع ويعرف مكسبه، وبالتالي بيحصل فيه استقرار وما بيحصلش فيه خسائر، لان الفلاح كان معرض لخسائر كبيرة قبل الزراعة التعاقدية، ممكن يزرع زرعة يبيع بأقل من التكلفة. فالزراعة التعاقدية من الحاجات المفيدة جدا اللي الدولة طبعا أنا بقول القانون ده أصدره فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، وتعامل مركز للزراعة التعاقدية في وزارة الزراعة. نهاردة بنشهد أن دولة رئيس الوزراء هذا الموسم بالذات في زراعة تعاقدية مع فول الصويا وعباد الشمس والذرة. يعني احنا بنتكلم على الزراعة التعاقدية اللي اتعملت في ثلاث محاصيل زيتية مهمة جدا اتكلمنا عليهم، اللي هو الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. دول محاصيل زيتية وعلفية، لان المحاصيل الزيتية بناخد منها زيت، واحنا عندنا عجد كبير فيه زيوت، وبناخد منها الكزبة اللي بتطلع من عصر البذور دي، بناخدها كعلف وبيستخدم فيه الكزبة، وبالتالي بتوفر لنا اللحوم. الزراعة التعاقدية من الحاجات المهمة جدا لتسويق المحاصيل للفلاح. الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. لسه مستمرين مشاهدينا الكرام في فقرتنا الأولى، لكن اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي حدثنا. خليكم معنا. مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة. افتكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب، تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكتر من 650 مليون دولار.
ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل 6000 ميجا وات يومياً. الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقضي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة 1.8 تريليون جنيه. كان أهم أركانها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر. وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه. وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكثر من 600 مشروع. ليصبح عندنا قدرات مركبة قادرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وده في سنة 2022 من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014، وده معناه إننا في 9 سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها. نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار بنهاية عام 2021. فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية. بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجا وات. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات. اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة ووفر أكتر من 20,000 فرصة عمل. إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجا وات، وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص رأس غارب وغرب بكر بقدرة إجمالية 500 ميجا وات. وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عام 2021 في قدرات الطاقة المتجددة غير المائية مقارنة ب 2014. كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025، وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل ل 4.5 مليار دولار. جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وتالت أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020. عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 ل 304% مقارنة بعام 2014. واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035. وبالفعل تمكنت مصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو وات في الساعة عام 2022 بزيادة 75% مقارنة بعام 2014. وفي خلال 9 سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يوم عن يوم إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسعى لها لأجل خيرها يعم على كل أهالينا، وهي دي حكايتنا، حكاية وطن.
أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في فقرتنا الأولى. هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لملف آخر مهم جدا بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة للقيادة السياسية وهو ملف الطاقة. الحقيقة إنه الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة منذ تولي السيد الرئيس وحتى الآن في اهتمام كبير وواضح بملف الطاقة، وده انعكاسه على ترتيب مصر بالنسبة لمجال الطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة. ترتيب مصر عالي بشكل كبير، وأيضا بقى فيه تنويع لمصادر الطاقة أمامنا، وده بيدل بشكل واضح على التطور الكبير اللي حصل في ملف الطاقة الحقيقة. فحديثنا النهاردة حديث هام ومهم عن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة. بيسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة. يا باشمهندس بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايز أسأل حضرتك عن إنتاج مصر للطاقة المتجددة، حجم الإنتاج قد إيه تقريبا، والمستهدف إنتاجه إن شاء الله في المستقبل هيكون قد إيه؟ يمكن زي ما حضرتك تفضلت كانت ضمن عام 2014 كانت الدولة أعطت أولوية لتنويع مصادر الطاقة، ويمكن كانت الأزمة قبل 2014 أزمة قطاع الكهرباء كان علشان مصر بتعتمد بصفة أساسية على المحطات الحرارية. صحيح. من عام 2014 الدولة ادت أولوية كبيرة ان لازم تنويع مصادر وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة في انتاج الطاقة الكهربائية، وكمان في نفس الوقت ده كان في تشريعات، كان لازم يحصل تشريعات وكان لازم ندور على مين اللي هيساهم علشان الطاقة المتجددة تزداد نسبتها في مصر، مين اللي هيقدر يساهم فيها. فكان هنا الحكومة انتبهت ان القطاع الخاص لازم يكون له دور كبير في المساهمة وانشاء المشروعات، لان احنا مش انتاج مشروعات فقط، هو ايضا زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة. جاب كده وكبها بقى هنا إصدار التشريعات وبرنامج تعريف التغذية وما تلاها أيضا بعد كده نجاح مصر في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية. وإحنا في الوقت ده كان كلها 32 مستثمر، في الوقت ده كان بحوالي 2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بقدرات حوالي 1465، وعلى التوازي كان في محطات رياح أيضا للقطاع الخاص. فمصر اتنقلت، كان في الوقت ده كان كل اللي متركب في مصر كانت حوالي 500 ميجا من طاقة الرياح، من طاقة الرياح كان المملوكة لهيئة الطاقة المتجددة فقط. النهاردة حضرتك احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 3000 ميجا، يعني احنا بنتكلم شوف حضرتك 6 أضعاف تقريبا من الوقت ده. كمان احنا بنتكلم على الطاقه المتجدده والهايدرو او المحطات المائيه اللي كانت موجوده في السد العالي. فمصر كلها اجمالي القدرات المركبه حاليا حوالي 6500 ميجا. مصر بتستهدف في 2030 ان احنا نوصل ل 42% من اجمالي الطاقه المتجدده، من اجمالي الطاقه المتجدده. فاحنا بنتكلم على قدرات حوالي ما يزيد عن 50000 ميجا وات. فعلا هنقدر نعمل الكلام ده دلوقتي. كل المشروعات اللي هي في البايب لاينز او اندر كونستراكشن اللي هي تحت التنفيذ حاليا في المرحله وتحت التطوير دلوقتي، بالاضافه الى مذكرات تفاهم تم توقيعها بحوالي 28000 ميجا. فاحنا بنقول ان احنا ماشيين على التراك الصح او المسار الصح، ان احنا كل ما بنزود مصادر الطاقه المتجدده كل ما بنقلل الاعتماد على الوقود والاعتماد على الغاز، معناها ان احنا نقدر الغاز ده نقدر نصدره ونقدر يروح في صناعات تحويليه وتكميليه، فنقدر القيمه المضافه هنا دي للبلد هتبقى كبيره قوي، بالاضافه الى المساهمه في خفض الانبعاثات. وحضرتك عارف الملف ده مهم جدا جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر. فده دور الطاقه المتجدده، هي انتاج طاقه كهربائيه، زياده الاستثمارات من القطاع الخاص، توفير الوقود وتوفير الغاز، بالاضافه الى المساهمه في خفض الانبعاثات. صحيح. باشمهندس صباح الخير، منورنا في صباح. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. عاوزين حضرتك تكلمنا عن اضخم مشروعات وزاره الكهرباء في مصر والعالم كمان، وهي محطه جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقه الرياح. محطة جبل الزيت من طاقة الرياح يمكن كانت يا مش طاقة رياح كل راعي تقريبا بقدرة إجمالية حوالي 580 ميجا وات. دي إما يمكن بنقول إن هي محطة رياح
مملوكه لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده بالتعاون مع الشركاء الاوروبيين او جهات تمويل دوليه اوروبيه اللي كانت من خلال قروض. الحمد لله هي شغاله من 2000 وتقريبا كانت البدايه، اشتغلت على مراحل من عام 2015 لحد النهارده بقى اكتملت في عام 2020. بالاضافه ان في مشروع تاني جديد انضاف ليهم في شمال منطقه خليج السويس، ايضا كان اخر محطه تابعة لهيئه الطاقه بقدره حوالي 250 ميجا وات موجوده هناك، فبنتكلم تقريبا في المنطقه حوالي 730 ميجا وات محطات رياح، يعني اربع محطات رياح موجودين. الاخر محطه دي اشتغلت بالظبط في بدايه العام الحالي، فده بيأكد ان جبل الزيت بالذات، لانه جبل الزيت يعتبر من افضل المواقع على مستوى العالم من حيث سرعات الرياح. سرعات الرياح عاليه فمعناها ومنتظمه، فمعناها ان انتاج الكهرباء كتير اكتر من اي موقع اخر، وبالتالي تكلفه انتاج الكيلو وات على المنتج من هذه المحطات منخفض. وخلي بال حضرتك دايما يعني من ضمن اي اقتصاديات الطاقه المتجدده لو هي اقتصادياتها عاليه او غاليه فتبقى يعني ما بتشجعش المستثمرين وما بتشجع الدول ان هي تنتج من هذه المصادر، الا ان مصر الحمد لله عندنا الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح بمعدلات سطوع عاليه سواء للطاقه الشمسيه او سرعات رياح عاليه لطاقه الرياح، وبالتالي انتاج الكهرباء سعره منخفض، فبالتالي اصبح منافس ان لم يكن اقل من اسعار الكهرباء المنتجه من المحطات الحراريه، وده عامل مهم جدا جدا، وده على المدى البعيد كل ما بتزود حضرتك مساهمه الطاقات المتجدده في انتاج الكهرباء كل ما تكلفه المتوسط تكلفه انتاج الكهرباء على مستوى الشبكه بينخفض بيقل كمان، وده عامل مهم جدا في الموضوع ده. ولازم باشمهندس كمان استكمالا لكلام حضرتك ان احنا نوضح للساده المشاهدين ان كل هذه المشروعات اللي حضرتك بتتكلم عنها حصلت في فتره وجيزه جدا وحلت بالزبط. ازمه الطاقه بشكل كبير بالزبط. جدا بالزبط. المهندس اتفضل. لا لا ما حضرتك ده كله احنا بنتكلم من بعد عام 2014، يعني صحيح. كل المشروعات دي سواء التخطيط ليها او بدايه التشغيل او الانتاج ده في الفتره دي، فدي يمكن بنتكلم حلت جزء من الازمه او ساهمت في حل كبير من الازمه، صحيح. وان شاء الله تكمله لهذا المسار وتكمله لهذه السياسات فاحنا بنتكلم ان مستقبل واعد للطاقات المتجدده وانخفاض الاعتماد على المحطات الحراريه ان شاء الله. ان شاء الله. المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده بوزاره الكهرباء والطاقه، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا أن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين. مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال التسع سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة بيه في العالم. هو مش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين، وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط، لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة، اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه.
تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية الثانية، زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بزيادة 7 أضعاف، وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014، ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل 14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم. وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت، مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية. وقدرنا نقدم أكتر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات، وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة، واللي قدرت في 2022 تعالج أكتر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه. وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018، وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022. وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكتر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه. وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادة مصرية 100%. وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر، اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكتر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين. هنا الخدمة كويسة وما خدتش وقت على خد الفالوجرا بتاعتهم سليمة في وقت نيجي نلاقي دكاترة. دلوقتي كل حالة لها دكتورة والعلاج موجود على طول في الصيدلية. كل ده حصل نتيجة شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن إنجازاتنا اتكتبت حكاية وطن. أهلاً بحضراتكم مرة تانية. كل حاجة تتعوض، لكن الصحة ما تتعوضش. ده كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيظهر قد إيه هو مهتم بالملف الصحي وقد إيه مهتم بصحة المصريين، وإنها أولوية عنده مش مجرد ملف هو مهتم بيه في ملفات الوطن. إنجازات كتير، مبادرات كتير، من أهم الإنجازات دي إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وكل ده تأكيد على كلام الرئيس، وكل ده علشان يأمن صحة المصريين. معنا دلوقتي على التليفون دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيدلة. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مين. صباح النور يا فندم. صباح النور سادة المشاهدين، سادة مين يا سادة أندرو. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الفل. أهلا بك يا فندم. دكتور، احنا بنتكلم عن المبادرات والإنجازات اللي حصلت في قطاع الصحة، ومن أهمهم إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. احنا عاوزين نعرف ايه حجم انتاج الشركات الوطنية وكمان حجم الصادرات منها. اولا احنا عندنا استاذة مرينة حوالي 192 مصنع حاليا، مصنع دواء في مصر.
منهم اكثر من 185 مصنع مصري وحوالي 9 مصانع قطاع اعمال. عندنا اكثر من 1500 شركه تول، يعني شركه تصنيع لدى الغير بتسجل اصناف ما عندهاش مصانع بس بتبقى عامله تعاقد مع مصانع. عندنا اكثر من 17000 صنف دواء مسجل دوائي، منهم حوالي 2000 صنف دواء مستورد و1500 دواء محلي. احنا انتجنا المحلي اخر سنه فتبقى للاحداثيات الصادره من اي ام اس حوالي 200 مليار جنيه سنويا، 200 مليار جنيه. طب احنا بننتج كام عبود دواء في السنه؟ احنا بننتج بس على القطاع الخاص حوالي 4 مليار عبود دواء، 4 مليار عبود دواء مستورد ومحلي، الاستيراد كان من خارج مصر والمنتج على الارض المصريه. منهم 280 مليون عبوه، دي ادويه مستورده بكامل من الخارج، وجزء كبير منها بتبقى الحاجات الهايتك وادويه الاورام والسرطانات، الحاجات اللي هي بتبقى طالبه تقنيه عاليه في التصنيع. طبعا منذ حكم بدايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في نهج واضح وصريح لتوطين صناعه الدواء المصريه خاصه الامراض المزمنه او ادويه الاورام. والحمد لله احنا نجحنا ان نقطع شوط كبير جدا، ما كناش نحن نصنع انسولين في مصر، بدنا نصنع انسولين دلوقتي في مصر. وفي شركه محليه حاليا هي قطاع استثماري لكن شركه قويه جدا بدات تعمل ميرج مع احد الشركات الكبرى العالميه انها تعمل تصنع عندها الانسولين كارتريج، الانسولين الالام خارج من مصنع مصري خلال فتره وجيزه جدا. وده طبعا بيكلف ميزانيه الدوله مليارات الجنيهات. حضرتك طبعا تفضلت في التقديم على موضوع كورونا وازاي ان احنا شركه قابضه للقاحات ومصحات حيويه قدرت تاخد التصريح واللايسنج من الشركات المستثمره بره انها تعمل اللقاحات الخاصه بكورونا. وده على فكره مش مجامله. يعني الكلام ده لما بيحصل انت بتبقى ماشي بالجايد لاينز او المتطلبات العالميه، ان كل شركه عايزه تحافظ على حاجتها وسمعتها. فده طبعا جزء كبير جدا. حضرتك اتكلمت على المبادرات الرئاسيه. من افضل المبادرات اللي اتعملت الفتره الاخرانيه، طبعا حضرتك بتتكلم على المبادرات اللي انطلقت في 2018. وكانت من افضل المبادرات اللي اتعملت الخاصه بالتهاب الكبد الوبائي. حضرتك لو تلاحظوا الكبد المصريين كان في خطر. وفشل كبدي واستسقاء ومكانات غذائيه ومفيش فايده وانترفير، وكان للاسف الشديد المريض بيبقى محكوم عليه بالاعدام. لكن بعد ما الحمد لله الدوله خدت على عاتقها الموضوع بتاع التهاب الكبد الوبائي وموضوع الادويه الحديثه اللي طلعت ووفرت علبه الدواء ب 200 جنيه للمريض في السوق المصري، ودي كانت سابقه لم تحدث في العالم، كان بيتباع بره بالاف بمئات الجنيهات. فالحمد لله قطعنا شوط كبير جدا فيه. طبعا مع الحاجات الثانيه بتاعت الكشف المبكر على الاورام السرطانيه اورام الصدر واحتلال الكلى والامراض الغير ساريه زي الضغط والسكر الموجوده في المستشفيات والمراكز الطبيه حاليا، الناس بتبذل مجهود كبير جدا عشان تجيب الناس من الشارع تقول لهم تعالوا تشوفوا على امراضكم عشان نقدر نتفادى اي خطوره مضاعفات تحصل بعدين. كل ده يا فندم يقول حاجه واحده، ان الدوله بدات تهتم اهتمام كبير جدا بالقطاع الصحي خاصه قطاع الدواء، وفي مجهود كبير جدا مبذول مع انشاء هيئه الدواء المصريه وهيئه الشراء الموحد لتوطين وتاصيل صناعه الدواء المصريه، ونعمل حاجه اسمها تكنولوجي ترانسفير. يعني انا مش هبقى مبسوط قوي لما تجيب لي مستحضر تام الصناعه من الخارج، لا، انا الشطاره بتاعتي ان انا املك النو هاو، املك طريقه التصنيع، املك النولج، املك المعرفه. فبالتالي لما يحصل اي ازمات يبقى انا قادر على اداره الازمه قبل ما تحصل. وده اللي حصل على فكره. لو حضرتك تلاحظ كان فوت كان في اجتماعات المنظمة الصحة العالمية من دول والدول الأعضاء الموجودين، يمكن لسه غدرة ما تفقوش، هي المفروض يتفقوا على 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 مايو على يحطوا قواعد وأسس لمواجهة الأزمات الخاصة بالأوبئة. وفي الأوبئة احنا بنكسر كل قوانين. يعني ايه بنكسر قوانين؟ يعني مثلا ما فيش حاجة اسمها ملكية فكرية. أي حد صنع اللقاح المفروض الدولة تملك المعرفة، ما ينفعش التاجر بالمعرفه دي في ازمه وده حصل يا فندم لو تفتكر حصل في ازمه كورونا. طبعا في دول هتبقى معترضه ان هي بتبص على الموضوع نظره اقتصاديه وليها وجهات نظر معينه، لكن في النهايه لا صح الا الصحيح. ان عند احنا البلد الحمد لله مصر ضربت نموذج رائع في مواجهه ازمه كورونا. لو تلاحظ نرجع بالذاكره لغايه بدايه 2020 كان في دول بتقرصن على بعض عشان تاخد كمامات وكمامات وكحولات ومطهرات من بعض. احنا الحمد لله في مصر الأزمة كانت بسيطة جدا، قدرنا نتفاداها ووفرنا كل الحاجات دي في منتهى السهولة للمواطن المصري، وقدرنا نتفادى أزمة كبيرة جدا. لكن أؤكد على حضرتك إن اللي حصل في قطاع الصحة الفترة اللي فاتت شيء رائع. طبعا ده بالتزامن مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل
الهبة طفرة، وده حصل طبعا في بعض المحافظات زي بورسعيد زي إسماعيلية والأقصر. ده هيبقى هيغطي المواطن تغطية كاملة جدا، وهيبقى في نموذج صحي عالمي متفرد نتابعها دي قدام العالم كله. أكيد فهم. أكيد. دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيدلة كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، خلصنا أخبارنا مع حضراتكم النهاردة، وهنروح دلوقتي لقراءة المقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال جديد من جريدة المصري اليوم بعنوان ونالت مصر البركة. احتفل أقباط مصر أمس بتذكار تجليات السيدة العذراء على قباب كنيستها بحي الزيتون في 2 إبريل سنة 1968 في عهد القديس البابا كيرولوس السادس عشر بعد المئة في بطارقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد شهد تلك التجليات آلاف من المصريين وحظوا ببركات لم ينالها أي شعب آخر. فعلى الرغم من ظهورات السيدة العذراء في عدد من بقاع العالم، فقد كانت لأعداد محدودة من الشخصيات من أجل رسالة ما أو شفاء أو بركة. أما تجلياتها في مصر فقد أثمرت طويلا إذ تجاوزت فقد استمرت طويلا إذ تجاوزت السنتين وبضعة أشهر وامتد بعضها ساعات. وقد باتت تلك التجليات حدثا مصريا عالميا. وذكر البيان البابوي الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 4/5 عام 1968 منذ مساء يوم الثلاثاء 2 إبريل 1968 الموافق 24 برمهات 1684 توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي باسمها بشارع تومان باي بحي الزيتون بالقاهرة. وكان هذا الظهور في ليال مختلفة كثيرة لم تنتهي بعد، وكان الظهور يستمر مدة زمنية طويلة وصلت أحيانا إلى 2 ساعة وربع كما حدث في فجر الثلاثاء 30 إبريل سنة 1968 الموافق 22 برمودا سنة 1684 حين استمر شكلها الكامل المتلألئ من الساعة 2:45 إلى 5 صباحا. وشهد هذا الظهور آلاف عديدة من المواطنين من مختلف الأديان والمذاهب ومن الأجانب ومن طوائف رجال الدين والعلم والمهن وسائر الفئات الذين قرروا بكل يقين رؤيتهم لها. وكانت الأعداد الغفيرة تتفق في وصف المنظر الواحد بشكله وموقعه وزمانه بشهادات جماعية تجعل ظهور السيدة العذراء أم النور في هذه المنطقة ظهورا متميزا في طابعه، مرتقيا في مستواه عن الحاجة إلى بيان وتأكيد. وقد شهد الرئيس جمال عبد الناصر يرافقه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى تجلي السيدة العذراء إذ قصد منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة الذي كان مواجها للكنيسة. وقد ظهرت السيدة العذراء في تلك الليلة من منتصفها حتى 5 صباحا بشكل واضح وصريح. ومما ذكر عن ذلك الحدث الفريد أن أجانب من شتى بقاع العالم حضروا على وجه الخصوص إلى مصر ليحظوا برؤية السيدة العذراء، وجاءت نتيجة ذلك الزيارات أن صدر كتاب Our Lady Returns to Egypt للراهب القس الدومينيكاني جيروم بالمر الذي جاء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مصر على وجه الخصوص ليعاين تلك الأحداث بنفسه ويسجلها. ففي يناير من سنة 1969 طلب الناشر السيد الدومينيكاني أن يذهب إلى مصر للقاء شهود عيان التجليات في القاهرة، وقد قضى الراهب عدة ليال عند كنيستها وتحدث إلى كثير من الحاضرين واستمع إلى معجزات الشفاء التي جرت أنذاك نتيجة الظهورات ليسجلها في كتابه. كذلك صدر كتاب آخر بعنوان Our Lord's Mother Visits Egypt in 1968 للسيدة بيرل زكي وهي أمريكية متزوجة من قبطي، تحدثت فيه عن تجليات السيدة العذراء بعد أن شهدتها بنفسها. كما أصدرت كتابا عنوانه Before Our Eyes The Virgin Mary زيتون إيجيبت
كذلك أصدر مثلث الرحمات أنبا أريغاريوس الأسقف العام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي كتابا باللغة الإنجليزية عن تجلي السيدة العذراء التي باركت مصر في مرحلة عصيبة مرت بالبلاد، في تأكيد أن السماء ترعى وتهتم بالبلد الذي احتضن العائلة المقدسة على أرضه. وفي لقاء جمع مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث والأستاذ محمود فوزي، قال قداسته إن مصر من الناحية السياسية كانت تحتاج إلى تعزية خاصة بعد حرب عام 1967، أما من الناحية الروحية فتلك الظهورات تمثل إعلانا لحقيقة خلود النفس من أجل رفع المجتمع من النظرة المادية إلى النظرة الروحية. إن الاحتفال بالقديسة السيدة العذراء هو احتفال مصري، فمحبتها وإكرامها وتبجيلها في قلوب المصريين جميعا، إنها من قال فيها القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهي من خطبت في الكتاب مباركة أنت في النساء. ومن الجدير بالذكر أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي للولاية الثالثة كان بالأمس في ذكرى تجليات السيدة العذراء. نطلب من الله أن يبارك بلادنا مصر ويحفظها من كل شر بشفاعات القديسة العذراء مريم. والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. نشكر كده مشاهدينا، احنا كده خلصنا الفقرة الإخبارية، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني وهنبدأ الفقرة الصحفية، وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. هنروح لفاصل ونرجع تاني.